ها، تحب تموت وتترمي في الصحراء ويكون لحمك من نصيب الطيور الجعانة، ولا تدلني على طريق سيدك؟ مين سيد؟ انا ماليش سيد. الشيطان الكافر ساكن القلعة، اللي بيدعي انه صاحب مفتاح الجنة، حسن الصباح. ومين يعرف طريقه؟ خبيث ملابسك بتدل انك من اتباعه. ايوه بس اتباعه كتير. بتعترف؟ هكذب ليه ولبسي فضحني؟ تعرف مداخل القلعة؟ مدخل مدخل. دلني على مدخل يوصلني لشيطانكم تنجي روحك من القتل. كذاب. انتظر. ليه قلت كذاب؟ عشان بعد ما ادلكم هتقتلوني، ولو انا مكانك هعمل كده. خبيث. وليه ما تقولش متعلم على ايد عالم عظيم؟ ومين هو بقى العالم العظيم يا باطني؟ حسن الصباح. لكن انا عند كلمتي، والكلمه عندنا واحده، مش زيكم ظاهر وباطن. دلني على مدخل من مداخل القلعه تكون الحراسه فيه ضعيفه، وانا هسيبك تعيش. كل ده عشان توصلوا لحسن الصباح. وده هين، الوصول لرقبته معناه نهايه الدعوه الفاسده، نهايه الشيطان نفسه. طب واللي يدلكم على حسن الصباح نفسه ومكانه من غير ما تروحوا القلعه؟ ماشي، دلني عليه. أنا حسن الصباح. وأنا الخليفة العباسي، وده السلطان السلجوقي، وده زوجة السلطان السلجوقي. أنا في الأول احترمتك واديتك كلمتي، لكن للأسف مفيش فيكم حد صادق، كل الباطنين كده. أنا دعيت إن هو، ومعايا البرهان كمان. حسن الصباح هيسيب قلعته ويسلم نفسه بسهولة كده؟ عشان أعرف اللي أنتوا ما تعرفوهوش، عشان أقدر أشوف اللي أنتوا ما تقدروش تشوفوه. عظيم يا حسن يا صباح، خليني معاك لآخر الكلام. إيه هو بقى دليلك يا صاحب مفتاح الجنة؟ بص على الخاتم اللي في إيدي والنقش اللي عليه. ده انت لو هو تبقى صيد العمر كله. مين قالك؟ مش يمكن ربنا بعتني ليكوا بدل ما تقتلوني اهديكم؟ شيطان يهدي مؤمنين، او امام يهدي العصيم. انتهز الفرصة، ربنا اسراره عجيبة. تهدينا ازاي؟ خلينا اسمعك عشان اقتلك على بينة. شيخكم مريض، ومرضه بيمنعه من انه يصلي بيكم من فتره. لو كلامي صح خدني ليه بسرعه عشان اعالجه، ولو كلامي غلط اقتلوني. سره الظاهر هو المرارة، والباطن هو الشفاء. الحمد لله. ازاي عرفت مرضي؟ ده امر يخصني بيني وبين ربنا. ونعم بالله، ليا 3 سنين وانا بكلم الشباب عن بدعك وضلالك. الدنيا ضرفة، وانت سمعت عني وما سمعتنيش. ايوه، وكل غرضي شفاك، حتى لو امرت الشباب بقتلي انا راضي. حاشا لله ان انا اقتل راجل بيقول ربي الله. لكن عندي سؤال، ليه الشيخ حسن الصباح شيخ جبل يسيب قلعته، قلعه آل موت، وينزل؟ صوت ناداني في خلوتي وانا بصلي، صوت وقور واضح، وقال لي انزل يا ابن الصباح وداوي الشيخ الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، والحمد لله. يعني انا هقدر اقوم واتوضى واصلي كمان؟ بامر الرحمن هتقدر. الحمد لله الحمد لله. وصلوا الشيخ للمكان اللي هو عايزه، وكلكم تبقوا في خدمته.
شكرا، انا مش عايز حد يوصلني، انا غرضي كان شفاك وهكمل طريقي لوحدي. حصلت لنا البركه، في امان الله، في امان الله. الحمد لله، الحمد لله. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.